بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله. أتممنا في ولله الحمد والمنة في الدرس الماضي الأصل الأول من الأصول الثلاثة من أسئلة القبر. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. كان كذا استبز 3 أسئلة برينش أسئلة أتوق. يعني قدرنا 3 سؤال لردن بر سؤال أتوق. الآن نتكلم عن الأصل الثاني. هذا بس إشكينش أسئلة تقولك سوزينس. معرفة دين الإسلام بالأدلة. إشكينش أسئلة ما بسم الله إسلام دينه دليل لبلن بالمك. قد يسألك سؤال، هل أنت مسلم؟ برس سوراش ممكن سن مسلمان مو تقول نعم أنا مسلم سن هام مسلمان من دي سن. طيب ما هو الإسلام؟ ما أقول أمس إسلام دي نيمة. تقول الإسلام هو الاستسلام، أن تسلم لله بأن تفرد الله بأنواع التوحيد الثلاثة، الربوبية، الألوهية، الأسماء والصفات. Onun da cevap verip dedim ki İslam diyen Allah Teala'nın bir yekigane de bilip onun da teslim bulmak. يعني ليس لك أن تقول لماذا نصلي الفجر ركعتين والظهر 4 ركعات. مسلم تقول أنا أسلم لأني أنا عبد والله سبحانه وتعالى هو الرب. يعني demek sen mesela niye üçün biz bamdat namazı 2 rekat ama peşin namazını 4 rekat okuyamız da sual soruşun mümkün emas. Niye üçün? Çünkü sen Müslüman. Müslüman dediğin yani sen Allah Teala'ya bütünlüğe teslim oldun. نعم. قال الإسلام هو الاستسلام لله بالتوحيد والانقياد. المسلم لابد أن ينقاد، أن يعمل، أن يتبع النبي صلى الله عليه وسلم. شو ده الإسلام ديجن بسادر ديجن ديك الله تعالى نيك كي كان بليب ونقد تسليم بولمك هم ونقد بوي سماك. يعني بيغمر من صلى الله عليه وسلم يوزو ده بولوك بوي سماك. يعني جاء وقت الصلاة أقول لهذا صلي يقول أنا حر، نقول لا أنت بهذا عبد عند الشيطان، لأن المسلم لابد أن ينقاد، لابد أن يعمل. نعم. مثلاً أجر نماز نماخت كاسة من برسجة نماز وقوقن دسم ومن هرمن يعني نيم قسم شنو قلنا دب دسم بس من ضيق. سن بوسم هرمس سن بلكي شيطانن بند سن. شيطانن بند بوب قلدم شيطانن كل بوب قلدم. çünkü مسلمان كشي الله غوا اللهن پیغمبرك اطاعت قلدو دب دائماً ديلو. نعم. والبراءة من الشرك وأهله لا يكون من المشركين وسط على ما تقدم معنا. شنو إسلام شرك وشرك أهل الدين براءة يعني أدا جدا بولماق. كبر لمن بلا بولماق كبر لمن بلا بوماستن بس دب أتكندك أطرا هذا بولش كلك. نعم. إذا الإسلام استسلام لله بالتوحيد والانقياد له بالطاعة، براءة من الشرك وأهله. دمك إسلام ديان الله تعالى الله تعالى يكي غانا بلب teslim bulmak. Hem şundakla onunla boy sunmak ve kabrlardın ve şirk ehlidin adacı da bulmak. Naam. الدين مراتب الدين ثلاثة. الدين ثلاث درجات. İslam dininin mertebeleri 3. Naam. المرتبة الأولى الإسلام. أول ما يبدأ الإنسان بالإسلام ثم يلتقي إلى الإيمان ثم يلتقي إلى الإحسان. Mertebelerinden en birincisi İslam. Onun kimkisi yani jukuru turduğan iman. Onun da kim en jukuru turduğan ihsan. Naam. Arkan al-İslam 5. İslam'ın türkleri 5. Al-İman 6. Ama imanın türkleri 6. Al-İhsan rukun 1. Ama ihsanın türkü 1.